انا اسمي هشام ابو الدهب، انا الجروب كوربريت تريجر لمنصور اوتوموتيف جروب. الاي اف بي لاول مره في السعوديه كان above my expectation، being ان انا حضرت للاي اف بي قبل كده في الريجن هنا هو، وحضرت الاي اف بي في امريكا. الدايفرسيتي اللي موجوده من الاودينس اللي موجودين ومن البانلستس اللي موجودين من ديفرنت اندستريز، من فاينانشال انستتيوشنز، من بانكس، من كوربريتس. والحقيقه اللوكال كوربريتس اللي موجوده دلوقتي انا ما اقدرش اسميها لوكال كوربريتس خلاص اني مور، دي ار ريجيونال اند كلوز تو بي مالتي ناشونال. انا شايف ان يعني الفورم موفق جدا، انا شخصيا استفدت منه كتير، اكسشينجينج الايدياز واكسشينجينج الاكسبيرينسز ما بيني وما بين الاخرين الاخوه في السعوديه، الحياه كان شيء رائع يعني.